السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. فيديو اليوم عن كيفية حل وضعية إدماجية في مادة التاريخ. على ما تنص هذه الوضعية؟ لنقرأ معا. شاهدت فيلما وثائقيا يتحدث عن الأبحاث الأثرية وعما توصلت إليه. اكتب فقرة تتحدث فيها عن أنواع الآثار التي تركها الإنسان القديم. الآن ماذا فهمنا من نص هذه الوضعية؟ فهمنا أننا شاهدنا فيلما وثائقيا، هذا الفيلم يتحدث عن الأبحاث الآثرية، وطلب مني أن أكتب فقرة أتحدث فيها عن أنواع الآثار التي شاهدتها في ذلك الفيلم الوثائقي. من هنا نتذكر درس أنواع الآثار الذي أخذناه في مادة التاريخ، والذي ذكر فيه جميع أنواع الآثار. وبالاعتماد على تلك الخلاصات التي كتبت في ذلك الدرس، نستطيع كتابة نص أو حل الوضعية الإدماجية. لنتذكر معا أهم ما جاء في درس الآثار القديمة. الآثار القديمة ما هي؟ هي كل مخلفات الإنسان في العصر القديم. أما الأماكن التي تم فيها العثور على هذه الآثار تسمى بالمواقع الأثرية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الآثار القديمة هي ما تركه الإنسان الذي كان يعيش قديما في العصور القديمة. وهذه الآثار وجدها العلماء في أماكن معينة، هذه الأماكن تسمى المواقع الأثرية، وتم العثور عليها بواسطة عملية التنقيب. لدينا أنواع كثيرة من هذه الآثار، منها الأدوات الحجرية. هذه الأدوات الحجرية لها أشكال وأحجام مختلفة، تركها الإنسان أو خلفها الإنسان في العصور إنسان العصور القديمة، يعني الإنسان الذي كان يعيش قديما في العصر القديم، كان يستعملها في مختلف مجالات حياته اليومية، كان مثلا يصطاد بها. لدينا أيضا النقوش الصخرية، أي رسوم ونقوش رسمها الإنسان القديم إنسان العصور القديمة على جدران الكهوف، وكان يعبر فيها عن حياته اليومية. هي رسوم ونقوش صخرية ملونة متواجدة على جدران الكهوف، والتي تعكس نمط معيشة إنسان العصور القديمة. مثلا لدينا منطقة التاسيلي نجد فيها مثل هذه الآثار، أي النقوش. لدينا أيضا الآثار العمرانية. ما هي الآثار العمرانية؟ هي عبارة عن مباني ومدن بناها إنسان العصر القديم، وهي ذات أهمية تاريخية وثقافية عالمية. مثلا لدينا هنا مثال تيمغاد، جميلة، تيبازا، قلمة. يعني الآثار لا تقتصر فقط على أدوات ونقوش، هناك أيضا مدن بأكملها يمكن أن تكون تنتمي إلى الآثار القديمة. لدينا أيضا المسكوكات والمخطوطات. ما هي المسكوكات؟ هي قطع نقدية أو العملة التي كان يستعملها الإنسان قديما. والمخطوطات هي كتابات على ورق بردي، أي كتابات كتبها الإنسان قديما وبقيت كآثار تخبرنا على نمط معيشة الإنسان قديما. ولدينا أخيرا الشخصيات التاريخية. سيرة هذه الشخصيات وكل ما صنعته من إنجازات وكل ما قدمته من إنتاج وكل ما كتب عنها تعد أيضا من أنواع الآثار القديمة. لدينا مثال ماسينيسا، أبوليوس، القديس أوغستين. الآن بعدما راجعنا كل ما أخذ في درس الآثار القديمة استنادا إلى كل هذه المعلومات، أستطيع الآن أن أحل الوضعية الإدماجية. كيف نحل هذه الوضعية؟ لنعيد قراءة النص، نص الوضعية مرة أخرى.
شاهدت فيلما وثائقيا يتحدث عن الأبحاث الأثرية وعما توصلت إليه؟ اكتب فقرة تتحدث فيها عن أنواع الآثار التي تركها الإنسان القديم. الآن وقد قرأت نص الوضعية وفهمتها جيدا وأملك الإجابة الصحيحة، ماذا تبقى لي؟ تبقى لي أن أرتب هذه الأفكار أو هذه الإجابة في فقرة. هذه الفقرة سأتبع قواعد معينة حتى تكون لائقة بالإجابة. مما تتكون هذه الفقرة؟ تتكون من أولا المقدمة، ثانيا العرض، وأخيرا الخاتمة. والسؤال الذي يطرح دائما هو: ما معنى المقدمة؟ ما معنى العرض؟ وما معنى الخاتمة؟ أو ماذا أكتب في المقدمة؟ وماذا أكتب في العرض؟ وماذا أكتب في الخاتمة؟ سأشرح هذه الطريقة خطوة خطوة. مثلا لنتخيل أن العرض هو عبارة عن بيت. هذا البيت هو موضوع الوضعية. لكي أدخل إلى هذا البيت ماذا يجب أن أفعل؟ يجب أن أفتح الباب وأدخل. لكي أدخل، فتح الباب بمثابة المقدمة للدخول في الموضوع، والمفتاح نجده دائما أين؟ في نص الوضعية. مفتاح دخول إلى الموضوع أو المقدمة نجدها في نص الوضعية. هنا مثلا نتحدث عن الأبحاث الآثرية وعما توصلت إليه، أستطيع استغلالها لكي أستخرج منها جملة تفيدنا أو تصلح أن تكون مقدمة. عند الدخول إلى البيت ماذا نفعل؟ عند دخولنا في موضوع الوضعية ماذا نفعل؟ أرتب الأفكار. من أين آتي بها؟ دائما من نص الوضعية. هنا مثلا طلب مني أنواع الآثار التي تركها الإنسان القديم. هذه من هنا أستخرج أفكار التي سأتحدث عنها أو سأكتبها في العرض، تماما مثل الآتات الذي أرتبه داخل البيت. ماذا أحتاج لكي أرتب هذه الأفكار؟ أحتاج أولا إلى ترك فراغ. دائما أترك فراغ قبل أن أكتب الفقرات. ثانيا أحتاج إلى أن أكون جمل مفيدة وصحيحة. ثالثا الابتعاد كل البعد عن الأخطاء الإملائية والنحوية. ما معنى الأخطاء الإملائية؟ الأخطاء الإملائية هي تلك الكلمات التي نخطئ في كتابتها. مثلا نكتب الهمزة على الألف وهي تكتب على الواو مثلا. والأخطاء النحوية ما هي؟ الأخطاء النحوية هي كلمات صحيحة إملائيا لكن خاطئة نحويا. مثلا أقول دخل المعلمين، المعلمين فاعل تكتب بالواء والنون، إملائيا المعلمين صحيحة ولكن نحويا خطئة لأنه فاعل والفاعل يكتب بالواو والنون. رابعا توظيف الصيغ التي تعلمناها في كل مقطع، أتعلم صيغ جديدة. هذه الصيغ تفيدني لذا أستغلها وأوظفها حتى يصير عرض موضوعي، عرض وضعيتي جميلا. خامسا علامات الترقيم. هذه علامات الترقيم التي تهمل كثيرا، يجب أن أستعملها في كتابة الموضوع. وأخيرا الاستشهاد. مثلا هنا في هذا المثال أنواع الآثار، أذكر أنواع الآثار وأذكر مثالا على كل نوع. وإذا كان عندي تعبيرا آخرا أستطيع الاستشهاد بآية قرآنية أو مثل شعبي أو بيت شعري وهكذا. الآن وبعدما فتحت الوضعية بمقدمة جيدة ورتبت أفكار الوضعية ترتيبا صحيحا، ماذا ينقصني؟
ينقصني أن تنقصني الخاتمة، والخاتمة تكون هنا بمثابة الخروج من باب البيت. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عن طريق كتابة خلاصة ما جاء في العرض كله، أو كتابة النهاية المنطقية لما جاء في العرض، حيث يحس القارئ بمجرد أن يقرأ جمل الخاتمة بنهاية موضوع الوضعية. لنطبق هذه الخطوات في حل موضوع وضعيتنا الإدماجية. معي نص الوضعية. شاهدت فيلما وثائقيا يتحدث عن الأبحاث الأثرية وعما توصلت إليه. اكتب فقرة تتحدث فيها عن أنواع الآثار التي تركها الإنسان القديم. المقدمة نستخرجها من نص الوضعية. مثلا هنا الفيلم الوثائقي يتحدث عن الأبحاث الأثرية. هذه الأبحاث الأثرية من قام بها؟ قام بها علماء الآثار. وأكتب مثلا الآثار هي كل مخلفات إنسان العصور القديمة والتي وجدها العلماء في المواقع الأثرية عن طريق التنقيب. هذه تصلح أن تكون مقدمة، فيها تعريف للآثار وفيها أيضا طريقة إيجاد هذه الآثار. ومن كان بإمكاني أيضا أن أكتب مقدمة أخرى، مثلا أقول شاهدت فيلما وثائقيا يتحدث عن الأبحاث الأثرية التي قام بها بعض العلماء، وقد توصلوا إلى أنواع كثيرة من الآثار ومنها، وأدخل في الموضوع. هذه أيضا تصلح أن تكون مقدمة. الآن بعدما أن كتبت المقدمة أدخل في العرض. ماذا أكتب في العرض؟ أكتب في العرض ما طلب مني في الوضعية، أي أكتب عن أنواع الآثار التي تركها الإنسان في العصور القديمة، وأكتب كل أنواع الآثار التي درسناها وأستشهد بأمثلة، وأكتب والآثار القديمة متنوعة، منها الأدوات الحجرية المختلفة الأحجام والأشكال، الرسوم والنقوش الملونة على جدران الكهوف كتلك الموجودة في التاسيلي، المسكوكات أو القطع النقدية، والمخطوطات التي تمت كتابتها في العصر القديم. وهناك أيضا الآثار العمرانية القديمة مثل مدينة تيمغاد وجميلة، وحتى سيرة وإنجازات الشخصيات التاريخية وما كتب عنها، تعد من أنواع الآثار مثل ماسينيسا أبوليوس والقديس أوغسطين. نلاحظ هنا أنني ذكرت كل أنواع الآثار التي درسناها في درس التاريخ. هنا لدينا الأدوات الحجرية، لدينا الرسوم والنقوش، المسكوكات والمخطوطات، الآثار العمرانية والشخصيات التاريخية. وفي كل مرة كنت أذكر مثال عن كل نوع من أنواع الآثار. والآن بعدما كتبنا العرض ماذا بقي أن أكتب؟ بقيت الخاتمة. ماذا نكتب في الخاتمة؟ نكتب مثلا هنا في هذا الموضوع أنواع الآثار، أكتب مثلا أهمية هذه الآثار وقيمتها التاريخية. أكتب مثلا إن هذه الآثار تعكس نمط معيشة إنسان العصور القديمة وطريقة تفكيره، وهي ذات قيمة تاريخية وحضارية وثقافية، لذا يجب المحافظة عليها والتعريف بقيمتها. لو لاحظنا ما كتب في كل الموضوع في كل الوضعية لوجدنا أن جلها موجود في الخلاصات التي كتبت في درس أنواع الآثار. إذن لكي نستطيع كتابة وضعية إدماجية نستطيع الاستعانة بالخلاصات التي كتبت في الدرس. وفي النهاية أراجع ما كتبت حتى أصحح الأخطاء إن وجدت. هنا مثلا تركت فراغا، استعملت أو كتبت المقدمة العرض والخاتمة، استعملت علامات الترقيم، ذكرت كل أنواع الآثار التي طلبت مني، ذكرت
الأمثلة على ذلك فقط، وتكون هكذا حل، يكون حل الوضعية كاملا. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم. ترقبوا الفيديو القادم عن كيفية رسم نظير الشكل بالنسبة إلى محور تناظر مائل بطريقة سهلة ومبسطة، بحيث لن يخطئ التلميذ بعد اليوم. إذا أعجبك هذا الفيديو فشاركه لتعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.